حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا هجن الشحانية بفوزهم مع وصال بالسيف الذهبي حيث قادها المضمر الذهبي سالم بن فاران المري لانتزاع السيف الذهبي في شوط قوي للغاية ليحضر شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر نوبة الذي قادها لانتزاع هذا السيف الذهبي. سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقة الهجن نبارك لكم ولأنفسنا نجاح مهرجان المؤسس. الله يبارك فيك ولله الحمد نجاح مفرح لنا وتتوج هذا النجاح بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتتويجه للفائزين. محمد نظم هذا المهرجان على شكل سلس وأشواطه منسقة وترتيب يعني الحمد لله ما في أي عقبات هذا اللي شفناه. أنتم كلجنة هل واجهتكم شيء من الصعوبات في هذا المهرجان؟ طبعا ما في أي مشاكل واجهتنا إحنا وأخواننا المشاركين نكمل بعض متعاونين ولله الحمد الأمور تتجه إن شاء الله للتنظيم أكثر ولله الحمد هذا يعني ما هو بأول مرة النجاح مستمر من السابق والحاضر وإن شاء الله في المستقبل بعد يكون أفضل إن شاء الله. بيض الله وجهك أبو محمد لا أحب أن أطيل عليك شو تحب تضيف في نهاية هالمقابلة؟ أحب أبارك لأخواني بس الفائزين وأتمنى التوفيق للمحل في محل. بيض الله وجهك شكرا لكم أعطيك العافية شكرا.